تذكروني بها مع اللي حكيناها أكيو three things ischemic طبعا heart disease called it the acute coronary syndrome. من يتذكر ليم؟ دكتور myocardial infarction. Yes, good. Unstable angina. Yes, good. وبعد ثالث واحد. ثالث ما عاد اتذكره والله. نفسه. Sudden death. نعم. Sudden cardiac death. لهذا احنا اللي يسمونه acute coronary syndrome معناته انه that acute condition, severe condition يعني cause a very serious complication. فلهذا سموها acute coronary syndrome. Now to start with the myocardial infarction. ومثل ما قلت لكم يا شباب انه انتم هسه صح احنا يعني الباثولوجي هو من البيسك ساينس لكن كلش هو علاقة بالكلينيكال. اذا انت ما تعمل كورليشن مع الكلينيكال نولج مالتك ما راح تقدر انه تفتهم الموضوع بصورة كاملة. ومثل ما اذكركم دائما احنا ما راح نجي طرف الانفستيجيشن وال التريتمنت اللي لها راح تاخذوها بالميديسن ان شاء الله. لكن احنا راح نعرفكم بهذا الديزيز اشنو هو اصله الميكانيزم اوف ات ذا كوز اوف ات. اوكي فالمايوكارديال انفاكشن از نيكروسيس اوف ذا هارت مسل ريزلتنج فروم اسكيميا اللي يسمونه هارد اتاك. طبعا اذا تذكرون بسيل انجوري من ذكرناها ذكرنا لكم النيكروسيس اللي هو ديث اوف ذا سيلز ما تمام. فهون النيكروسيس اي نوع من النيكروسيس اللي عايزين تذكرونه اي نوع من النيكروسيس إذا أحد هسه يجاوبني. Yes, good. Coagulative necrosis. ليش سمينا coagulative؟ لأن نتيجة الإسكيميا. ما تمام؟ فهذا النيكروسيس راح يصير عندنا بالهارت مسل resulting from the ischemia. والإسكيميا منين جاي؟ طبعاً من الأوبستركشن of the coronary artery اللي هسه راح نقراه إن شاء الله. لاحظوا أن الميل affected more than female but this disease has become less noticed with increased age of women. إيش نقصد بها؟ المرأة أو الفيميل بعد المنوبوز راح الإستروجين راح يقل فالريسك فاكتور راح يكون نفس الميل. فلهذا إيش قد تزداد الفيميل with age راح يصير الريسك for developing of the myocardial infarction لما تصل وتتساوى مع الميل. لاحظوا أنه about 45% of the cases in male under 45 years old. وأيضا أكو في النسبة تقريبا 10% هم أقل من 30 سنة أقل من 35 سنة. The most common cause is the atherosclerosis and sudden thrombus formation. يعني أكيد أكو underlying atherosclerotic changes that occur in the coronary artery وتعتمد على السيفيريتي مالته وكذلك الكومبليكيشن اللي يصير بالاثيروسكلوروسيس. The cardiac changes depend on the اللي راح نحن نلاحظه يعني من الباثولوجيكال فيتشرز راح تعتمد على السايت and the type of the affected coronary artery. راح تعتمد على السايت and the type of the affected coronary arteries. وإذا تتذكرون بالمحاضرة السابقة من طعيتوكم الدايجرام مال الكورونري سبلاي of the heart قلت لكم اكو عندنا left coronary artery main راح يعطينا circumferential left anterior descending artery وعندنا هذول يزودوا لنا ثلث ارباع cardiac muscle من apex من septum من left ventricle من posterior وعندنا right descending artery راح يكون زود لنا جزء من البوستيريور وجزء يعني تقريبا ثلث الهارت راح يزود بالرايت. فلهذا انه اذا انصاب الليفت كورونر مين ليفت كورونر راح تكون الديفكت راح يكون كلش كبير بالهارت الاريا اوف ذا اسكيميا راح تكون كلش كثيره. فلهذا انه التشنجز اللي راح نرشعها راح تعتمد على السايت ذا تايب اوف ذا افكتد كورونري ارتريز. هذا المخطط لاحظوا أنه over 90% of the cases regional infarcts are most commonly regional. إيش معناته regional؟ أنه involve whole thickness of the
الوول اوف ذا هارت، يعني يضم الاندوكارديوم مايوكارديوم يصل للبريكارديوم، طبعا مع الهاي يصل فول ثيكنس يسمونه هذا ريجنال، منطقه محدده من الانفاكشن. And most commonly transmural, يعني through the wall of the heart with full thickness necrosis of the ventricular wall. أما أكفت أن other type of the infarction سمينا له sub-endocardial. أنتم دائما حتى لا تتوهمون sub-endocardial. Endocardium يعني منطقة تحت الاندوكارديوم، يعني involving of the endocardium. Affected the inner half or one third of the ventricular wall. طبعا يشمل ان الاندوكارديوم جزء من الميوكارديوم اللي يحيط بالاندوكارديوم. When most of or all of its circumference is affected, this is known as global subendocardial. لما كل محيط مال اندوكارديوم انفولف راح يسمونه هذا global subendocardial infarction. And most of the cases failure of perfusion due to fall in the blood pressure and sometimes in shock. يعني لاحظوا أنه أسباب subendocardial infarction هذا يحدث لنا يعني نتيجة decrease in the blood pressure مثل ما يحدث لنا بالشوك وعندنا الhypovolemic اللي يعني أكثر مما يكون causes مالته atherosclerosis due to يعني coronary artery thrombosis. The pathology of the myocardial infarction. يا شباب أرجع وأذكركم أنه ال pathology نقصد بينه أنه ال changes that occur in the tissue سواء كانت grossly, microscopically, okay. The distribution of the regional myocardial infarction is as follows. هسه يعني هذا لاحظونه أنه حوالي 40 إلى 45% of the cases anterior infarct is usually with the edge. ليش؟ طبعا thrombosis of the anterior descending branch of the left coronary artery. لاحظوا ان most of the cases اذا كان عندنا anterior infarct هاي نتيجة ال thrombosis بال anterior descending branch of the left coronary artery. اذا صار عندنا thrombosis بال coronary artery لاحظوا له حوالي 30 إلى 40% of the cases lead to the inferior or posterior of the myocardial infarction. وأنا قلت لكم تقريبا ثلث الهارت يزود لنا يعني يزود من قبل right coronary artery. فلهذا إذا صار عندنا thrombosis لاحظوا أن 30 إلى 40% إذا صار inferior أو posterior راح يكون السبب مالته هو right coronary artery. In approximately about 15% of the cases occlusion of the circumflex branch of the left coronary artery leads to the infarction of the lateral node or of the left ventricle. اللي يزودوا السيركمفلكس اللي هو branch من left coronary artery هذا إذا صار بينه obstruction يزود لنا منطقة lateral wall of the ventricle وهاي لاحظوها ب 15% من الكيسز. Now what are the gross and microscopical appearance of the myocardial infarction؟ موضوع جدا يعني أرجو أنه تنتبهوا له، أرجو أنه تفتهمونه ويعني لأنه كلش مهم قوي. الـ gross and microscopical appearance of the myocardial infarction. أكيد راح نوشى irreversible myocyte damage. ليش قلنا irreversible؟ لأن هو necrosis. فراح نعبر عنه نقول irreversible myocyte damage follows about 20 minutes to ischemia. احنا عادة قلت لكم اذا دقيقة دقيقتين لحد الخمسة هاي كلها ممكن انه راح ترجع للبلود سبلاي، لكن اذا طول 20 الى 40 دقيقة لا راح يصير عندنا irreversible injury، يعني راح يكون death of the tissue, death of the cardiac muscle. ال changes اللي راح نشوفها بالعين يعني جروستي وهاي طبعا اذا احد يسأل ايمتي راح طبعا هذه لاحظوها بالبوست مورتم. لاحظوها بالأشخاص اللي يتوفون فلاحظوا أنه أخذوا يعني الـ gross changes that occur in the heart. لاحظوا أنه الـ next eye changes begin around 15 hours حقيقة هي من 12 إلى 14 ساعة and microscopic
changes at 8 to 12 hours. ال gross appearance راح يبدي بعد 12 إلى 14 ساعة ولاحظوها 15 ساعة تقريبا. لكن الميكروسكوب يعني under microscope يعني ممكن أنه أرشع أنه by next time ما أكو في changes بعيوني ما أرشع في شيء، لكن ممكن أنه أرشع changes بال under the microscope. أقول إذا هذا كان صار عنده myocardial infarction أو إسكيميا، كان صار له تقريبا من 8 ساعات إلى 12 ساعة، فهون ممكن أنه من خلال هذه يحددون وقت الوفاة. يعني مثلا واحد يقول وش استفاد منا، علاش عم نقولها هاي 15 ونش لي علاقة؟ لا لنا علاقة، خاصة انتم سنة اللي ان شاء الله راح تاخذون بالطب العدلي هاي التوقيتات جدا مهمة حتى احدد وقت الوفاة، انه صار له مثلا 8 ساعة، صار له 15 ساعة، صار له 12 ساعة، صار له 24 ساعة، فهذه جدا مهمة. بعدين gradual removal راح تبدي النيكروتيك مايوكارديوم removed and organization. طبعا هاي راح يصير بعد شهر الى شهرين، انتم تعرفوها اذا تتذكرون بالانفلاميشن اللي اخذنا له انه الريبير راح يحتاج فتره انه formation of the granulation tissue and then organization يعني تكوين الفايبروس تيشو اللي يحتاج 1 to 2 months. الماكسيمال فايبروس سكار ذاك الوقت احنا نقول انه تماما المنطقة تحولت الى فايبروس تيشو، هذا يحتاج له الى من 2 to 3 months تماما انه يتحول الى فايبروس تيشو after 2 to 3 months. Now what are the microscopic changes؟ ايش راح ارشع انا تحت بالسلايد under the microscope؟ الانفكتد تيشو shows the changes of the coagulative necrosis after 8 to 12 hours مثل ما قلت لكم بعد 8 الى 12 ساعة. زين ايش ارشع؟ راح ارشع نيكروسيس. النيكروسيس ايش راح ارشعه؟ راح ارشع بينه انه الكريز ايزينوفيليا انفلتريشن باي ذا نيوتروفيلز الاكيوت انفلاماتري سيلز مثل ما ذكرت لكم بعد 6 الى 12 ساعة راح يصير بها انفلتريشن تو ذا سايت اوف ذا نيكروسيس. 24 hours invasion by polymorph مثل هذه polymorph has begun and after a few days تبقى هذه طبعا من 24 ما قلت لكم تبدي بعد 6 ساعات الى 24 ساعة تبقى neutrophils. بعد ال 24 الى 48 راح تبدي الماكروفاجز begin to eat or digested the necrotic myocytes، فراح نرشع بالمنطقة كلها عبارة عن macrophages and بقايا مال neutrophils. بعد 3 أيام إلى 4 أيام راح نرشع أنه عندنا الانفلتريت يعني الorganization granulation tissue. وإيش إذا تذكروها الـ granulation tissue أنه عندنا proliferation of the blood vessels okay مع الـ fibroblast proliferation بالمنطقة اللي بيها هل inflammation. بعدها طبعا next 2 to 3 months infected myocardium is eventually replaced by a fibrous tissue اللي هو هذا granulation tissue. وبعدها عندنا ال fibrous scar will be formed. قلت لكم هي بعد شهرين الى 3 اشهر. Now the clinical features course and the outcome. ايش راح يجيكم انتم هذا البيشنت؟ اذا تتذكرون حكيناها بالانجينا بيكتوريس البين كان يتميز بينه خاصه الستيبل كم ات اكزيشن اند ريليف باي ريست يعني راح وما يطول ثواني الى فيو مينتس اقل من خمس دقائق. اما بالمايوكارديال انفاركشن راح يكون السيفيريتي اوف ذا بين اكثر severe retrosternal chest pain ممكن انه يطلع لنا كوي referred to the jaw ممكن associated with vomiting nausea وهذا البين not relieved by rest or vasodilator مثل ما قلت لكم ممكن انه associated with nausea and vomiting sweating weakness and prostration are frequent يعني ممكن انه كثير حتى
المراكوي من يجي للمستشفى بنكسر النوزول فوميتنج عالجونه كغاسترو انترايتس او غاسترايتس, بينما هو بالحقيقه هو مايوكارديال انفاركشن لانه ينتهي البيشنت وما يعرفون ايش السبب. Half of the patient with acute myocardial infarction die in the first week, لان هذا اخطر شيء. فلهذا انه تلاحظون هذول المرضى وين يدخلوهم؟ يدخلوهم بالسي سي يو اندر اوبزرفيشن, يخلوهم على جهاز المونيتور حتى ينشعون اي تشنجز خلال هاي الفتره. هاي الفتره كلش حرجه. ليش خلال اسبوع؟ لانه اول ما يبدي الجرانوليشن تيشو فورميشن particularly from ventricular fibrillation يخافون من الاريثميا, خاصة إذا كانت الديفكت كبيرة وأفتت المنطقة اللي بيها الـ SA node اللي هي بيها الإمبولسز, فراح هذا يخافون من الاريثميا اللي ممكن أن تحدث لنا بالهارت, واللي أهم وأخطره هي الـ ventricular fibrillation اللي هو ارتجاف البطين اللي كلش ممكن انه يؤدينا of the يعني death of the patient. فخاصة الكريتيكال بيريد اول اسبوع تخلون البيشنت بالسي سي يو اندر مونيتورينج اوبزرفيشن كلوزد اوبزرفيشن, تلاحظون اي تشنجز ممكن انه تجيله اور اتاك, ممكن انه يصير عنده كومبليكيشن اللي راح نغشعه, فهذه كلش مهمه. اللي راح مثلا انتم اشهر راح تشخصون طبعا المايوكارديال غير كل فيتشرز او هيستوري اللي عيقل لكم هو المريض, راح نعمل له اي سي جي راح تنشا ابنورمال اي سي جي ريدنج. وان شاء الله انتم من راح تروحون مستشفى وتداومون كلينيكا وتاخذون بطنيه راح يعلمكم انه اكو عندنا هاي الاس تي اليفيشن كيو ار اس تشنجز, هذه بالتخطيط اوف ذا هارت. ايضا اذا انا هذا البيشنت شكيته بينه حتى لو ما طلع لي اي سي جي تشنجز راح ابعثه الى السيرم انزيم. عندنا اهم سيرم انزيم واللي هذا كلش مهم والي ديتكشن هو تروبونين اللي هو يطلع لنا من الكاردييك مسل, وعندنا كرياتينين كاينيز اند اذر انزيم مثل اي اس او تي الكلاين فوسفيز. فهذه بعدين راح انتم تبعثون البيشنت وننشا بها اي ابنورماليتي. بس التروبونين من 3 الى 6 ساعات راح يكون تشنجز, وهذا اللي كلش يعتمدونه ويعطون التريتمنت اذا كان حتى قبل لا جروس ولا مايكروسكوبيكال ولا حتى مرات الاي سي جي تشنجز ما راح تكون التروبونين. Now, what are the complications of the myocardial infarction? طبعا هذا تتوقعون واللي تخافون منه انه يصير عنده sudden ischemic cardiac death, ممكن انه يصير عنده اذا خاصة مثل قلت لكم كان large area of ischemic involvement, يعني اذا كان main coronary artery closure راح يؤدينا الى necrosis of wide area in the heart ويؤدينا الى death of the patient. ايضا الاريثميا اللي نحن كلش نخاف منها ونحاول ليش نبقي المريض على المونيتور, لانه نخاف خاصه الفيرست 24 اور, وقلت لكم اخطر وحده هي الفنتريكولر فيبريليشن. الهارت فيلر اللي اخذناه باول المحاضره اول محاضراتنا من الهارت باثولوجي الهارت فيلر, واي نوع من الهارت فيلر احد يجاوبني؟ اي نوع من الهارت فيلر؟ نعم بس العفو صوتك ما يطلع لي واضح. اما ليفت اما هارت فيلر اكيوت هارت Yes, acute heart failure. Yes, good, good. Acute heart failure. واللي يقصدون بينه left side heart failure. وش نسمي له بعد؟ قلت لكم لغة اسمية أخرى. Pulmonary embolism. لا لا لا. عفية pulmonary edema. Pulmonary edema اللي هي acute left side heart failure. Good, very good. And cardiogenic shock, وتم اخذتم هذه بالشوك انه يصير عندنا يعني الفيتشرز اوف ذا شوك نتيجه المايوكارديال انفاركشن اند اسكيميا.
ممكن انه يصير عندنا ventricular rupture مثل ما قلت لكم اذا كان عندنا wide area of ischemia ويصير عندنا هاي كل الاريا يصير بيها necrosis ف رأسا يصير عندنا rupture of the heart ويعملنا hemipericardium and severe bleeding ويؤدينا طبعا الى death of the patient. ممكن ايضا neural thrombosis وإذا ذكرون أشهر الميورال ثرومبوسيس يعني ثرومبوس يصير على جدار الهارت فيسمونه ميورال ثرومبوس وممكن أنه ثرومبو إمبوليزم راح يطلع لنا من الهارت يروح على السيستميك سيركوليشن. عندنا الفيروس ثرومبوسيس ممكن أيضا هذا نتيجة الستيسيس أند ستاجنيشن والريجولاريتي أوف ذا سيركوليشن وعندنا فنتريك الانيوريزم. الانيوريزم هون طبعا يحدث لنا بعد يعني 10 ايام الى مرات اسبوعين شهر. ليش؟ لانه لما replacement of the ischemic area by right area فتعرفون الفايبروس تشو هي ما مثل الكارديومايوسايت ما عنده نفس القابليتي للكونتراكتيفيتي وهاي فلما يرجع الهارت يعني pumping وهذه ايش راح يصير؟ بقى ويكنس ويصير عندنا bulging فيعمل لنا ventricular aneurysm وطبعا هاي بيها خطورة. ليش بيها خطورة؟ لأنه ممكن أنه يرجع أيضا يصير بينه rupture و severe hemorrhage and bleeding. انتهينا من المايوكارديال infarction. لسه أي سؤال؟ أي شيء ما واضح بالنسبة للمايوكارديال infarction؟ موضوع جدا مهم أريدكم تركزون عليه. يعني اللي ما افتهموا ممكن انه تسألون تستفسرون بالكلاس بأي طريقة انا حاضرة. اي شيء ما واضح اي شيء يعني ما كان تمكن استوعبتمه ممكن انه تسألون وتستفسرون عنه. بس اقول لكم المايوكارديال لانه ما بس هو ك يعني موضوع لانه راح تكون حياتكم العملية كلها جدا مهم وهاي الكونديشن كمان بالسوسايتي يعني وانت معرض كطبيب تنسأل من اهلك من جيرانك اصدقائك عن هذا الموضوع. اوكي now we are changed to the valvular heart disease يعني ال heart disease that relate to the valves ومثل ما حكيت لكم انه ما بين ال left atrium وال left ventricle أدنى valve سميناه الميترال valve وما بين الـ right atrium و right ventricle أيضا عندنا valve سميناه الهايبريد وبعدين at the opening of the great vessels ما بين الـ right ventricle split pulmonary artery عندنا أيضا valve وما بين الـ left ventricle والأورتا أيضا عندنا valve فهذول ممكن أنه يصير بهم disease and ممكن أنه ننشأ بهم stenosis يعني narrowing أو insufficiency يعني regurgitation or incompetence of both of them يعني ممكن أن يبدي stenosis ينتهي بالregurgitation. ممكن أنه هاي الأبنورماليتي ما أخذناها بالcongenital heart disease أو ممكن أن تكون acquired. The degenerative valve disease ممكن أنه ال degeneration اللي يحدث لنا بال valve disease occur due to changes in the extracellular matrix يعني بالتكوين مال valve ننشأ بين calcification وخاصة هاي calcification يعني deposit of the calcium within the valve. إذا كان هو normal مثلا يعني normal valve ننشأ calcium deposition مثلا بحالة metastatic calcification إذا تذكرونه من cell injury أو مرات نتيجة old age راح يصير بينه degeneration ويصير deposition of the calcium inside it. أو ممكن أن ننشأ ميكزاماتوس ديجنريشن هاي كلها نتيجة الديفكت بالإكسترا سيلولار ماتريكس أوف ذا فالف. راح تاخذ أيضا من المواضيع جدا مهمة أحط لكم من الفالفولار ديزيز طبعا هي كثيرة كلش كثيرة وبيها تشعبات لكن أنا اخترت لكم الروماتيك فالفولار ديزيز والإنفكتيف إندوكاردايتس هاي من المواضيع جدا مهمة واللي انتم يعني بالباطنية راح تتطرقوا لها كثير وبالاطفال راح تتطرقوا لها كثير كذلك فلازم تعرفون عنها. بالنسبة إلى روماتيك فيفر it is an acute
immunologically mediated. بس انتم رجاء انه هي ما infection وانما هي immunological reaction. يعني ايش معناته؟ انه اكو فد انتيبادي انتيجين ريأكشن. مولتي سيستم يعني involving more than one organ. يعني ما بس الهارت بالروماتيك فيفر عندنا راح ننشا other involvement. مولتي سيستم inflammatory disease that occurs after infection by group A beta hemolytic streptococcal infection. فلهذا عندنا group A beta hemolytic streptococcal infection. وهذا وين صار بيصير عندنا؟ ممكن انه after pharyngitis, rarely after skin infection. فلهذا انه انتم اذا راح تداومون بالمستشفى بالهيستوري اذا شكيتم طبعا راح تسالون انه هل هذا المريض كان عنده بلاعيم او صار عنده مثلا حراره في قبل 3 أسابيع او اسبوعين او مثلا rarely skin lesion او infection. Rheumatic heart disease is the cardiac manifestation of rheumatic fever. يعني الجزء اللي يتعلق بالهارت سميناه rheumatic heart disease. هو جزء من rheumatic fever. لأن rheumatic fever أحسن نجي ناخذها ما فقط الهارت. Okay? Rheumatic heart disease is the cardiac manifestation of rheumatic fever. It is associated with inflammation of all parts of the heart. أتسمعوني يا شباب؟ أتسمعوني؟ هيا دكتورة. Yes, okay, we are continue. The pathogenesis of the rheumatic fever, acute rheumatic fever, مثل ما قلت لكم, it is a hypersensitivity reaction. Classically attributed to antibodies directed against group A streptococcal molecule that cause react with the host myocardial antigen. راح نجي نفتهم هاي العبارة ايش معناتها. هذا البيشنت يصاب بنوع البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي نوع اي. زين؟ راح يصير بينه فارنجايتس او قلنا ريرلي سكين انفكشن. بعد فترة طبعا احنا كل انفكشن لازم البودي يعمل له فد رياكشن اميون رياكشن نحارب هذه اما خلايا او ان انتيبوديز. الانتيبوديز راح تجي اجينست فد ام بروتين اللي يغلف لنا هاي البكتيريا. انه هاي الانتيبوديز راح تفتهم انه عندنا الانتيبودي اجينست ذا ام بروتين اوف سيرتن streptococcyestin راح bind to the protein in the myocardium and cardiac valve. نفس اللي تحارب ان الام بروتين راح تعمل كروس رياكشن مع منو؟ مع المايوكارديوم اند كارديك فالف. ايش معناته كروس رياكشن؟ يعني بنفس الوقت انه هذه يصير عندها ميموري في الذاكره انه راح تفتهم انه الممبرين اللي موجود بالمايوكارديوم او التشو مع المايوكارديوم والكاردييك فالف هي تشبه الام بروتين مع سيرتن طبعا الجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. فلهذا مثل ما حاربت هاي البكتيريا راح يجي تحارب الانترنال تشو فيصير مثل هذه يسموها يعني اوتو انتيبادي. يعني اجسامنا المضاده مالتنا راح تحارب نفسنا. فلهذا انه after 2 to 3 week delay in the symptoms onset after infection and this is explained by the time needed to generate. ليش حددنا 2 to 3 week؟ لانه this is the time to generate an immune response. Streptococci are completely absent from the lesion. يعني لو رجع البيشنت نفسه ما راح نرجع انه عنده هالبكتيريا، خلاص انتهت البكتيريا راحت، لكن الانتيبادي اللي موجود عندنا بالجسم هي عنده بعد الميموري انه هذا التشو يشبه الام بروتين مال البكتيريا، فلهذا راح تجي تحاربه and cause destructing of this tissue. فلهذا افتهموها ان الروماتيك فيفر هو ما هو عملية انفكشن للهارت
ولا يعني راح يختلف عن الانفكتيف اندوكارديتيس اللي راح تاخذوها ان شاء الله غدا. فانتم اهم شيء انه تفتهمون انه الروماتيك فيفر this is an immunological reaction, hypersensitivity, antibodies of يعني auto antibodies against valve and muscle, okay, or tissue. The pathological changes that occur in the rheumatic fever, طبعا قسموها إلى acute و chronic. The characteristic features are the ascoff bodies, أو يسموها ascoff bodies. Ascoff أو ascoff bodies اللي هو عبارة عن collection of the lymphocytes, primarily T cell, scattered plasma cells. With the and plump activated high antisco cells اللي هي تشبه ال طبعا أصلاً macrophages بس activated راح تشوها plumpy cytoplasm eosinophilic and the nuclei with the chromatin اللي هي high antisco bodies the antisco bodies the chromatin that are centrally condensed هذه عندها abundant cytoplasm. ممكن أنه يكون eosinophilic أو purple in color, right? وassociated with the T and plasma cells. وعطوشاون هذه يسموها ascoff bodies. هذه characteristic features أنا من أغشعة بالmyocardium, بالendocardium. راح أشخص this is an acute rheumatic fever. These changes involve the three layers of the heart. وتركه ممكن أنه pericardium. راح أشع بينو fibrinous exudate resolve later. بالمايوكارديوم راح أشع المايوكارديتس اللي هو inflammation يعني ومع الأسكوف bodies within the interstitial connective tissue. الإندوكارديوم أش بينو الإندوكارديوم طبعا الفرق أهم شيء forming 1 to 2 millimeter vegetation أو اللي يسموها verruci that cause little disturbances in the cardiac function. Little disturbances in the cardiac function. هذه vegetation أتشعرها هذا الفالف هذا الفالف and these the verruci or vegetation هذه nodules أو outgrowth along the valve هذه نتيجة rheumatic fever اللي راح تنشعر بالpericardium العفو بالendocardium اللي هو على الفالف هاي الكورد التنديني هاي الكورد التنديني وبعدين بتصقى بالبابيلاري مصر. أهم شيء أنه تعرفون أنه بالإندوكارديوم راح يعمل لنا الفيجيتيشن بالمايوكارديوم يعمل لنا مايوكارديتس والأسكوب بوديز وعندنا بالبريكارديوم راح يعمل لنا الفيبرينوس إكسوديت اللي راح ينتهي later on. أما بالنسبة لكرونيك روماتيك هارت ديزيز راح بعدها راح يصير أن organization of the inflammation the microvalve alone is involved in 70% يعني من أهم أسباب الميكروفالف condition mitral stenosis هو عندنا rheumatic fever حتى لو هو مثلا هذا المريض ما كان يعرف نفسه لكن تسألونه بالهيستوري قبل 15 سنة 20 سنة أو قبل كم فترة أنه صار عنده fever pharyngitis وطاب لنا فهنا هذا راح يعمل لنا mitral valve condition and combined mitral and aortic disease is seen يعني ممكن أنه نشع ما بس الـ mitral valve الـ aortic valve أيضا involved in 25 years 25% of the cases. هذه الـ chronic rheumatic fever أهم شيء عندنا اللي راح يصير بينه الفالفولار ليفليت ثيكنينج راح يصير بينه ثيكنينج أتشعونه and shortening راح يصير بينه ثيكنينج وشورتنينج and ثيكنينج وفيوجن of the cord التنديني هوني ما واضحة هوني بس الفالف واضح راح يكون created a fish mouth لا تلاحظون انه يشبه يعني فم السمكة fish mouth appearance أو button hole يعني مثل بيرتمان كوبتشا أو الدقمة راح يسمونه button hole stenosis. This is the chronic features of the rheumatic carditis. Chronic effect lead to the atrial enlargement, طبعا أكيد, and end with left side heart failure and then right side heart failure. وتعرفون أنه ليش؟ لأنه ما
يتوسع ولا عايز يصير بينه دايجيتيشن اند ريلاكسيشن بصوره صحيحه، فلهذا يبقى البلود داخل الاريا اللي يؤدينا الى ليفت سايد اتريال انلارجمنت اند دايجيتيشن. شخص الأكيوت روماتيك فيفر is based on serological evidence، طبعا هما داخل بايوكسي، هذيك الأشياء لاحظوها دائما بالهارت قلت لكم نتيجة البوست مورتم بعد ما يتوفون. أما هون أنا أعتمد على serological evidence of a previous streptococcal infection and in conjugation with two or more of the Josie criteria. إيش هي الجوسي كرايتيريا؟ قلت لكم شخص يعتمدون إلى اثنين او يعني اكثر اثنين او اكثر من هاي الكرايتيريا، انه كارديتس قلت اي لايرز من الهارت كان انفولف، مايجريتوري بولي ارثرايتس اوف لارج جوينت. ايش معناته بولي ارثرايتس؟ انه يقل الكساء عند يقول انه صار عندي بالني جوينت بالالبو جوينت بالانكل جوينت، فمايجريتوري متنقل. بولي ارثرايتس يعني عده مكانات من الجوينتس واللارج جوينتس، طبعا سبكتينوس نوديولز راح نرشع نوديولز كبيرة سبكتينوس and erythematous annular rash اللي هي يسموها erythema marginatum هاي skin lesion، وعندنا سيدنهام كوريا. هذه السيدنهام كوريا هذه في neurological disorders abnormal movement يعني يتحرك حركات، هذه نيورولوجيكال. فإذا نحتاج حتى نشخص الروماتيك فيفر سيرولوجيكال زائدا للكلينيكال سيمبتومز أنه تعملوا له إيش اسمه مثلا إيكو يطلع عنده كارديتس، الميجراتوري بولي أرثرايتس أوف لارج جوينت مالتيبل جوينت إنفولفمنت يعني واحد يطيب واحد يصيب، وعندنا سبكتينوس نوديول بريثيماتس هذه وسيدنهام كوريا اللي هو قلنا abnormal neurological defect. right؟ انتهت محاضرتنا. طبعا هاي المحاضرة اخذته من الويب باث اذا احد